أعلنت الخرطوم أنها تعترف باستقلال دولة جنوب السودان التي يوافق هذا السبت إعلان استقلالها عن الشمال. الحكومة السودانية تكون بذلك أول المعترفين باستقلال دولة جنوب السودان الغنية بالنفط، وذلك تطبيقا لاتفاقية نيفاشا التي وضعت حدا لحرب أهلية خلفت أكثر من 2 مليون قتيل. على صعيد آخر، قرر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة جديدة لحفظ السلام في السودان الجنوبي لمساعدة الدولة الناشئة في دعم السلام وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطي وفق ما أفاد به بيان صادر عن المجلس.